السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللأسف أن كثيرا من الناس يقرأ سورة الإخلاص وبالتخصيص آخر آية من سورة الإخلاص بطريقة خاطئة، فيقول أكثر الناس من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. والواجب عليك أن تقرأها بسورة صحيحة، وإلا ستؤثم في كل مرة تقرأها بطريقة خاطئة. الله سبحانه وتعالى رفع القلم عن الجاهل الذي لا يعلم، والآن أنت تعلم، والواجب عليك أن تصحح قراءتك. وإن أردت أن تتأكد فافتح المصحف، فستجد أن هناك ضمة على حرف الفاء، فيكون الواجب قراءتها بطريقة كفوا وليس كفوا. كفوا خطأ، بل الواجب هو كفوا. هذا أولا. ثانيا، أنت الآن تعلم هذه المعلومة وتريد أن تكسب الحسنات، وتريد من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك، لما لا ترسل وتقول لهم وتخبرهم بالطريقة الصحيحة لقراءة سورة الإخلاص؟ فهنا أنت تكسب أجر تعليم نفسك وأجر تعليم الآخرين. قال رسولنا الكريم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.